صباح جديد بروزناما حياتنا، إن شاء الله بيحمل معه كل الخير لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا. أيام فضيلة عم نعيشها بشهر رمضان الكريم بكل تفاصيلها رغم جميع الظروف اللي عم تمر علينا. إن شاء الله هيام الشهر الكريم المبارك تحمل كل الخير لأرضنا والسلام لقلوبنا والنصر لجيشنا المتواجد على جميع الجبهات. الله يحميكم، صباحكم نصر، صباحكم عز، صباحكم فخر. وأكيد يصبح على زميلتي سلمى وإلك يسعد صباحك. يسعد صباحك نور، ويسعد صباح كل مشاهدينا وكل مين انضم ليشاهدنا برحلتنا الصباحية يومية يلي أخذناها يوميا من توقيت الساعة 10 صباحا، موعد يومي لصباحنا معكم. كل يوم عم نطلع عليكم من مقهى المكتب بدمشق بمجموعة من الضيوف والفقرات، وأكيد فيكم تشاركونا عبر اتصالاتكم على الأرقام يلي بتظهر على الشاشة. وقبل ما نبدأ فقرات اليوم بنوجه التحية لحراس الأمان أبطال الجيش العربي السوري. فاصل وبنبدأ صباحنا لليوم. سلمى، مثل كل يوم بنطل على مشاهدينا برحلة مع مجموعة من الأخبار المنوعة، والبداية حول العالم رح تكون من آخر النصائح اللي قدمها مجموعة من أخصائي التغذية لتجنب الاضطرابات الهضمية في فترة الصوم. أكيد نور، أوصوا بتناول وجبة السحور كوجبة رئيسية وعدم إهمال أو ضرورة الأكثر من السوائل بين وجبتي الإفطار والسحور، وتجنب شرب الماء أثناء الإفطار والانتظار لساعة على الأقل. سلمى، يجب الاكثار من الخضار والفواكه وعدم الاعتماد فقط على الأطعمة الدسمة والحلويات واتباع نظام غذائي متوازن. نور، وعلى الصائم انه يبدا افطاره بكأس ماء صغير وسوائل دافئه كالحساء والسلطات، ثم الانتظار 3 ساعات وتناول الوجبه الرئيسيه. ما حدا راح ينطر ثلاث ساعات، ما حدا مستحيل مين بده ياكل ثلاث ساعات. يعني هي النصائح كثير بنسمعها من الاخصائيين وكثير يعني بنسمعها من كثير من الدكاترة، بس ما حدا بياخذ فيها. يعني انت هلا يمكن شوي النظام اللي من كم يوم كان معنا اخصائي وحكى عنه، اللي هو تبداي مثلا بشويه مي وتمرتين ثلاثه، بعدين تبلشي بالسلطه والشوربه، بعدين تاكلي شوي من الاكله الرئيسيه. يعني هي احسن شوي لانه رح تاكلي فيها، اما انه تبداي تشربي مي وتقعدي 3 ساعات مستحيل. شو بقي اساسا بالنهار؟ بس تحسي يمكن على الفطور ما عم تقدري تاكلي فعلا، يعني تاكلي يمكن سلطه وشوربه ومي بتشبعتي، لهيك بتبلشي بالوجبه الدسمه تماما مشان تلاقي حالك. خلينا هلا سلمى ننتقل لخبرنا التالي. قد تحيي فرقه انشاد ديني هي الاولى من نوعها التي تضم اعضاء من الفتيات فقط، وتخضع للاشراف المباشر لنقيب المنشدين والمبتهلين، وتمثل مدرسه الانشاد الديني حفله في دار الاوبرا في مصر. سلمى، اكد القائمون على الحفل ان البرنامج يتضمن مختارات من الاناشيد الاسلاميه والاغاني الدينيه التي تحتفي بالرسول الكريم وبشهر رمضان
رمضان المبارك، وذلك في خطوة لترسيخ قيم وسماحة الدين الإسلامي بالغناء والفنون والارتقاء بفنون الإنشاد الديني ومدى حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. حبيت الفكرة. حلو الفكرة وحلو نحن دائما يمكن هي يمكن تكون تجربة جديدة شوي اللي هو الإنشاد الديني للفتيات، ولكن نحن متميزين هون بالإنشاد الديني للفتيات، وكان معنا ضيفتنا بصباحنا غير هادية وكان من أجمل الأصوات اللي بتسمعيها، بتحسي يمكن المرأة بتمتلك بصوته نوع من الحنية ما بتلاقيه عند الرجل. أكيد نور. خلينا هلأ سلمى ننتقل لكتاب جينيس وننتقل بخبرنا التالي، فقد دخل طهات أمريكيون موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد أن نجحوا في طهي وأعداد أكبر فطيرة بيتزا بالعالم. تخيلي نور أنه بلغ طول البيتزا 2124 متر وكسرت الرقم السابق البالغ 1800 متر، وبلغ وزن المقادير المستخدمة بصنعاء 7500 كيلو جرام، وعمل على أعدادها أكثر من 800 طاهي ب 8 ساعات عمل متواصل. خلينا نشوف سوا هالبيتزا اللي كتير كتير كبيرة. كان بده سيلفي جنب البيتزا بس الواحد على الصيام اللهم اني صائم يعني اشتهى، بس شو بدنا نعمل خلينا سلمى هلا ننتقل لخبرنا الاخير بجولتنا المنوعه لليوم. ففي برشلونه الاسبانيه تسلق ألين روبير المعروف بالرجل العنكبوت الفرنسي مبنى فندق بارتفاع 115 متر، وصور فيديو مذهله يظهر فيها مهاراته باستخدام الكاميرا المربوطه بخوذته. خلونا نتابع. كان بدك كاميرا سيلفي، هي اخطر من السيلفي. شو رايك؟ انا مع المغامره. انت مع المغامره. خلينا نور بعد ما خلصنا اخبارنا المنوعه لليوم نروح للاحداث الجديده يلي بتسجل بذاكرتنا وبتترك بصمه ممكن تشكل فاصل التحول بحياتنا. شو هي اهم هي الاحداث يلي تركت بصمتها بمثل هاليوم 14 حزيران؟ خلونا نتابع سوا. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1800 اغتيال الضابط الفرنسي الجنرال كليبر
في حديقة قصره بالقاهرة على يد سليمان الحلبي. وفي مثل هذا اليوم من عام 1830 القوات الفرنسية تنزل بميناء سيدي فرج لاحتلال الجزائر، وفي عام 1900 هاواي تصبح جزء من الولايات المتحدة. وفي مثل هذا اليوم من عام 1934 عقد أول لقاء قمة بين الزعيم الألماني النازي هتلر والزعيم الإيطالي موسوليني. وفي عام 1952 تدشين أول غواصة نووية. وفي عام 1967 المركبة الفضائية ماينر تتجه نحو كوكب الزهرة بحثاً عن أوجه الحياة. ومن أبرز الشخصيات التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1899 كوباتا، روائي ياباني حاصل على جائزة نوبل في الأدب في عام 1968. وفي عام 1928 شيغافارا، ثائر كوبي. أما أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1902 عبد الرحمن الكواكبي، مفكر وعلامة سوري. وفي عام 1986 غوركي بورخيس، كاتب وشاعر أرجنتيني. والرابع عشر من شهر حزيران هو اليوم العالمي للمتبرعين بالدم. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. بداية فقراتنا لليوم سلمى في عالم الثقافة والكتاب اللي صار كتار منا بعيد عنه بموجة التكنولوجيا والمواقع الإلكترونية، وعلى الرغم أنه بيوثق لمرحلة زمنية مرت على بلاد كتيرة سواء قصصية أو روائية أو شعرية. أكيد نور، أمام أهمية الكتاب ومدى الحرص على وجوده ونشره بين الناس أكيد لازم يكون في وجود جهات وهيئات بتعمل على هذا الموضوع. معنا اليوم بصباحنا غير الدكتور ثائر زين الدين، مدير عام الهيئة السورية للكتاب. يسعد صباحك دكتور. يسعد رمضان صباحكم. كريم، أهلا وسهلا فيكم. رمضان يسعد صباحك كريم. ورمضان كريم وسهلا. خلينا بالبداية نحكي معك دكتور، قديش فعلا اليوم نحن بعيدين عن الكتاب بسبب يمكن تطور التكنولوجيا، اختراق المواقع التواصل الاجتماعي لتفاصيل حياتنا اليومية، قديش يمكن اليوم لازم فعلا نهتم بالكتاب بشكل كتير أكبر، صار في هجرة فينا نقول للكتاب نوعا ما. نعم بالتأكيد هذا توصيف دقيق للحال. نحن نشاهد إلى حد بعيد عزوف عن الكتاب، ولا سيما بشكله الورقي، وتوجه يعني على الأغلب باتجاه الكتاب الإلكتروني أو مثلا باتجاه مواقع التواصل المختلفة. لكن مع ذلك يعني يبقى للكتاب جمهوره، يبقى من يهتم به، وهناك فعلا يعني كما تفضلت قبل قليل هناك مؤسسات رائدة في هذا المجال، على رأسها وزارة الثقافة في القطر العربي السوري، اتحاد الكتاب العرب، أيضا كثير من دور النشر المسؤولة التي تتعامل مع الكتاب يعني ليس كمجرد بضاعة بقدر ما تتعامل معه كغاية وكقيمة تضاف وتقدم شيئا مهما للناشئة وللقراء. نعم دكتور، طب اليوم نحن عم نسلط الضوء شوي على هي الظاهرة بشكل عام خلال هاي الفترة، نتائج هجرة الكتاب إذا قلنا للمدى البعيد كيف بتشوفها؟ نتائج هجرة الكتاب على المدى البعيد. هي مسألة يعني خطيرة جدا. يعني الكتاب هو المعرفة، هو الثقافة، هو العلم أيضا في مجال التخصصات المختلفة. من غير كتاب يعني ليس هناك إنسان حضاري، ليس هناك حضارة بمعنى الكلام. ولذلك أنا أعتقد أن دور هذه المؤسسات التي تحدثنا يعني عنها يجب أن يكون دورا مهما وفاعلا، ويجب أن تحاول يعني هي أن تتوجه إلى القراء. يعني نحن مثلا جربنا في بداية هذا العام أطلقنا مشروع الكتاب الناطق أسميناه، أو الكتاب الإلكتروني الحقيقة، وبتشجيع يعني مهم من الأستاذ محمد الأحمد وزيرنا وزير الثقافة. لذلك الآن مثلا بين أيدينا مجموعة من الكتب التي يعني أصبحت بين أيدي الناس. بدأنا بتجربتنا الكتاب الناطق، في الكتاب الناطق هذا الكتاب الأول سليمان العيسى، يعني بسعر زهيد جدا يقدم في في هذه العلبة الجميلة. هناك قرصان مدمجان، الأول يضم أشعار الشاعر مسجلة بصوت
الأستاذ جمال الجيش، صوت جميل وإعلامي جميل، قصائد مختارة طبعا مع رسوم متحركة. القرص المدمج الآخر هو تسجيل في بيت الشاعر، تسجيل نادر. أيضا استمعنا إلى مجموعة من قصائده بصوته وفي بيته، وتحدث عن نفسه وعن مكتبته. السي دي الآخر هو يعني بمثابة هدية. إذن هذا كتاب. الكتاب الآخر الذي أطلقناه أيضا لقاص سوري متميز هو عبد الله عبد. حتى قاص لم يأخذ حقه يعني من النقد ومن الإعلام. هون تكمن أهمية الهيئة، يعني تسليط الضوء على كتاب يمكن ما أخذوا حقهم بفترة من الفترات نوعا ما. بالتأكيد الآن سهولة يعني وصول المعرفة تتجلى في هذا الشكل. كيف؟ يعني مثلا أنت في سيارة تنتقلين بين مدينة وأخرى، أو مثلا داخل دمشق، ربما ترغبين بالاستماع إلى قصص قصيرة، فممكن وضع هذا السي دي والاستماع إلى القصص القصيرة لعبد الله عبد مثلا، أو قصائد لسليمان العيسى. شخص موجود في بيته ممكن على الكمبيوتر وعندها سيرى أشياء أخرى، يعني سيرى أيضا رؤية بصرية ليس فقط مجرد صوت. التجربة مثلا أيضا الثالثة كانت من عمق التراث، أخذنا عروة بن الورد هذا الشاعر وقمنا بتسجيل ديوانه كاملا أيضا، بحيث يستطيع كما قلت من يستمع إلى سي دي بمسجلة عادية أن يتلقى هذه القصائد، أو على كمبيوتر أو على شاشة تلفزيون، وعندها سيقرأ الأبيات على الشاشة أمامه. إذن هذه أشكال. الآن نحن بصدد إطلاق قصص قصيرة لأنطون شيخف، أحد يعني كبار كتاب القصة القصيرة العالمية. إذن بهذا الشكل نكون قد جئنا إلى المتلقي، لم ننتظر أن يأتي هو إلينا. أكيد يعني دكتور، هي الوسيلة يمكن من أهم الوسائل اللي حالياً فينا نقول دمجت بين الحداثة وروح الكتاب. يعني يمكن الغلاف لسه شوي بيحسسنا بالكتاب القديم، بيحسسنا بالغلاف القديم للكتاب، ولكن المضمون شوي بجاري الحداثة. صحيح. هي الأهمية. صحيح. يمكن كمان في مواقع إلكترونية طرحتوها عم تحاولوا أنه هي كمان تقرب الكاتب. نعم. تقرب الناس من الكتاب. نعم. الحقيقة يعني نحن منذ حوالي أيضا 3-4 أشهر أعدنا الحياة لموقع الهيئة العامة السورية للكتاب، الموقع الإلكتروني. والآن معظم كتبنا يعني تنزل مباشرة على هذا الموقع، تطبع نسخة ورقية ثم بعد أيام هناك نسخة إلكترونية، يمكن لزائري هذا الموقع أن يحمل الكتاب لديه وأن يقرأه كيفما شاء. طبعا نحن أيضا مصر يعني في نفس الوقت وزارة الثقافة تصر على الكتاب الورقي طبعا، لأنه له حميمية، يعني له حميمية، يعني أجيال كثيرة ما زالت متعلقة بهذا الشكل. نحن منذ أيام أطلقنا هذا المشروع الجميل الأعمال الكاملة لعمر أبو ريشي في جزئين. الجزء الأول هو قصائد الشاعر، والجزء الثاني هو المسرحيات. طبعا هذه نسخة جديدة تضم أشياء لم يعرفها القارئ من قبل، تضم وثائق عن الشاعر، تضم أشياء كثيرة، شروحات وتعليقات أعده مجموعة يعني من المتخصصين. هناك عديد من الكتب، مثلا البارحة أيضا صدر من مطبعتنا هذا الكتاب الجميل للدكتورة نجاح العطار، رؤى على أشرعة الفجر، كتاب عميق وجميل، يعني أنا أيضا أنصح بقراءته. طبعا أنا لا أسوق الآن لوزارة الثقافة ولكتبها، لكن ينبغي أن نضع يعني المشاهد حتى لو يعني بصورة، حتى لو كان هذا نوع من التسويق هذا مو غلط، نحن عم نسوق عم نسوق لثقافة ولتاريخ ولحضارة رخيصة، تماما عم نسوق لعادة نحن بحاجة إنه نرجع مرة تانية وتصبح من عاداتنا اليومية يعني. نعم بالتأكيد. طيب قديش في عندكم اليوم مسؤولية، يعني أنتم كهيئة اليوم قديش في مسؤولية فعلا حتى في اختيار الكتب، إعادة نشرها، مسؤوليتها في مثلا طرح كتاب جديد إن كان لكاتب في فترة زمنية سابقة، قديش في عندكم مسؤولية أو مجهود كتير كبير؟ مثل ما قلنا نحن بدنا نحبب يمكن المتلقي بهيدا الكتاب، فيمكن بطريقة طرحه بتكون مختلفة، بطريقة يمكن طرح إن كان القصائد أو اللي مكتوب بالكتاب بطريقة كمان مختلفة. نعم. فينا نقول إذن هذا شكل، يعني الجانب الأول هو الاهتمام بي، وهذا اللي انتبهنا يعني هذا اللي لاحظناه من خلال الكتب. نعم. الموجودة معك دكتور. إذن يعني هناك عدة جوانب لعملية الكتاب ولصناعة الكتاب. اللي تفضلتي فيه هو شكل، يعني نحن يجب أن نعنى إذن بطريقة الكتاب، بشكله، بآلية، حتى بغلافه في هذا واحد، حتى الغلاف تصميمه. لكن أيضا لعل المسألة الجوهرية هي مسألة يعني الآن أشرت إليها مشكورة، هي مسألة انتقاء الكتاب، العمل على جوهر الكتاب، ولا سيما في مرحلة مثل هذه المرحلة. كيف يتم تحديد يعني الكتاب؟ نحن الآن مثلا من قبل الوزارة. نعم،
بصراحة أطلقنا منذ بداية هذا العام مشروعاً أسميناه مشروع المشروع الوطني للترجمة. اتجهنا باتجاه الترجمة، وأنتم تعلمون أن الأمم يعني في لحظات مصيرية كاللحظة التي نعيشها الآن تعنى كثيراً بالترجمة، وطبعاً تاريخنا دليل على ذلك فيما لو عدنا لتاريخ الترجمة عند العرب. نحن الآن نقوم بالتركيز على ذلك. هناك عديد من العناوين المهمة جداً في الثقافة العالمية، في الكتاب العالمي الحضاري، نكلف نخبة من المترجمين بترجمة هذه الكتب، نحاول الحصول عليها بأشكال يعني مختلفة من بقاع العالم، ونترجمها ضمن ما أسميناه المشروع الوطني للترجمة. أكيد، وما فينا ننسى طبعاً دكتور أنه سوريا أخذت جوائز بالترجمة، وحضرتك كمان من اللي كرمته بالخارج وأخذت جوائز بالترجمة. هذا إنجاز يضاف إلى سوريا. وإذا حكينا شوي عن خصوصية هاي الإنجازات بفترة الحرب، ما فينا ما نمر على هذا الموضوع ونحكي فيه شوي. نحن بحرب ومع هيك الثقافة، الحضارة، الكتاب متواجد. هل في مشروع لمثلا توثيق أو إصدار كتب عم تحكي عن سوريا خلال فترة الحرب؟ هذا كلام جميل جدا الحقيقة، فيه فيما يشبه ذلك. يعني نحن الآن في المطبعة كتاب مهم جدا، وهو ليس بأقلامنا بل بأقلام أوروبية، كتاب عنوانه أمراؤنا الأغلى هل هم أصدقاؤنا حقا؟ هذا كتاب صدر في فرنسا بداية هذا العام، وكلفنا أستاذا كبيرا في الترجمة بنقله إلى العربية، والآن الكتاب في المطبعة. هذا الكتاب يتحدث مثلا على سبيل المثال يتحدث عن العلاقات الخليجية مثلا، علاقات بعض المشيخات، وأنا لا أتحدث عن الشعوب لأن هؤلاء أهلنا، مع النخبة الحاكمة في فرنسا في فترة 6 سنوات الماضية التي مرت علينا في سوريا، وتأثير هذه العلاقة فيما يحدث في سوريا. هذا الكتاب سنطرحه بين أيدي القراء قريبا مثلا، هذا حيكون على شكل وهو تحليل كتاب سياسي مهم. نعم، وضعه كاتبان فرنسيان مهمان، والحقيقة أن الكتاب أثار جدلا حتى في فرنسا، يعني قريبا إن شاء الله سيصدر، وأنا يسعدني أن نلتقي ونتحدث عنه على شاشتكم. مرة أخرى. هذا جانب. هناك جهات كثيرة، مثلا الآن أنا بالمصادفة لم أخطط لذلك، لكن البارحة أرسل لي اتحاد الكتاب العرب هذا الكتاب، أسميناه من ديوان الجرح السوري. هذا العمل أنا شخصيا عملت عليه لمدة 6 أشهر، جمعت فيه شعرا لشعراء سوريين في سوريا وخارجها في بقاع كثيرة، يعني من الشاعر الكبير أيمن أبو شعر في موسكو، إلى مثلا شوقي بغدادي في دمشق، إلى فايز خضور في دمشق، إلى أحمد يوسف داود على الساحل السوري، كثير من شعراءنا المتميزين والذين تناولوا المرحلة. وصدر هذا الكتيب ويهدى إهداء الآن، يوزع مع مجلة الموقف الأدبي. هذا أقمناه بالتعاون ما بين يعني وزارة الثقافة واتحاد الكتاب العرب، وهو مؤسسة حقيقة ناشطة وتقوم بدورها الآن. إذن هناك العديد من المشاريع، وأنا لا أريد أن أثقل عليكم فيما يعني نقوم به ونحاول فعلا أن نقدمه لقارئنا ولمواطننا، ونحن نركز على الجانب الإنساني أكثر ما ينبغي في هذه الحالة. كما ترون هذه الحرب التي أهلكت الناس وهذه الحرب التي تشن على بلادنا، نحن نركز على الجانب الإنساني الأخلاقي الوطني العروبي، لا نتناسى هذه قضية العروبة التي يحاول الكثيرون الآن يعني أن يحيدوها جانبا بسبب ما يحدث. تمام. نعم. طيب دكتور، كنت عم تقول انه هيدا الكتاب يقدم مجانا وهديه مع المجله، قديش فعلا هي الخطوات مهمه لترغيب الناس بالكتاب؟ يعني لما انا اقوم مثلا بكتاب مهم مثل هيدا اعطيه مجانا للقراء، وهي مو اول مره بتقوموا فيها، ان كان وزاره الثقافه ولا الهيئه السوريه للكتاب، وتكلفه الكتاب مثل ما بنعرف هي منا قليله، حتى عالي. اذا كان في بيع للكتاب عم يكون بمبلغ التكلفه زهيد. تماما. وحتى حسومات، يعني نحن كل معارضنا يطبق عليها حسم 50-60% على سعر الكتاب، وبالتالي يصبح الكتاب يعني قريب أن يكون مجانيا. بالإضافة كما تفضلت إلى كتب تهدى مع مجلاتنا، لدينا مجلة المعرفة، المجلة العريقة التي أسست في بداية 60s القرن الماضي. هذه المجلة دائما يقدم معها كتاب هدية، والكتاب مكلف. إذن يعني طبعا لو حسبنا المسألة بمعايير الربح والخسارة فستكون وزارة الثقافة خاسرة بالتأكيد من هذا الجانب، لكنها تربح خاسرة الإنسان مادياً، لكنها تربح في بناء الإنسان وفي بناء الناشئة. نعم. دكتور سائر، قريبا رح نكون يعني يمكن مع نسخة جديدة من معرض الكتاب السوري، وهذا المعرض اللي عاد السنة الماضية بعد انقطاع فترة طويلة، هل في شيء جديد عم تحضروا له لهذا المعرض؟
نعم، في الحقيقة يعني تم التواصل بيننا كهيئة وبين السيد المدير العام لمكتبة الأسد الوطنية، وهناك ترتيبات كثيرة الآن للمعرض، تبدأ من يعني الحجوزات المختلفة لدور شفنا النشر. كان في دور نشر عربية كثيرة تماما إن شاء الله هذا العام. أنا لا أستطيع أن أتحدث بدقة عن هذا الموضوع، لكن هناك دور نشر كثيرة ستشارك، نحن سنشارك كهيئة عامة للكتاب، اتحاد الكتاب العرب سيشارك في جناح كبير. والحقيقة يعني وهنا المايسترو الذي يدير هذه العملية يعني مشكورا هو الأستاذ محمد الأحمد وزير الثقافة، يرتب بشكل حثيث وشخصي وأنا أحييه عبر شاشتهم أيضا. أكيد نوجه تحية لكل العاملين في وزارة الثقافة على الجهود الكبيرة اللي عم تقوموا فيها، نتمنى لكم التوفيق. الدكتور ثائر زيدان زين الدين مدير الهيئة العامة السورية للكتاب، شكرا كثير لك، ونتمنى لكم التوفيق كمان بالدورة الجديدة للكتاب، كمان رح نسلط الضوء عليها من خلال برنامجنا صباحنا غير. حياكم الله، شكراً ألف شكر لك. شكرا لك دكتور، ألف شكر. أما نور رح نروح للحلويات وهي الحاضر الدائم على موائد السوريين بشكل خاص بشهر رمضان الكريم. كل محافظة من المحافظات بتتميز بأكلة ما بتشبه غيرها، الكنافة الباردة الحمصية أكلة بتنتشر بهالشهر خصوصا. تفاصيل أكثر بتقرير مراسل إخبار سورية بحمص أسامة ديوب. تحظى الحلويات الشرقية بمكانة متميزة على المائدة السورية في شهر الخير والبركة كنوع من الطقوس الرمضانية، ولكل محافظة حلويات تشتهر بصناعتها ويفضلها الصائمون عن غيرها، كعادة توارثوها عن الأجداد. وفي حمص للكنافة وخاصة الباردة مكانة مميزة كطبق بعد وجبة الإفطار. هلا عندنا الكنافة الخشنة والكنافة الناعم، الكنافة على الباري. الكنافة الخشنة مؤلفاتها الخشنة طبعا هي الكنافة الأساسية بتكون، بعدين قشطة وحليب. الفرق بينه وبين الخشنة اللي على البارد انه هاي تعرض للنور، اما الخشنة على البارد بحط لها القشطة هي باردة ما بتعرض على النار النوب. يعني مثلا هلا اخي هاي الخشنة تطبق كلياتها على النور، اما الخشنة تنقلها كل وحدة لحالها وتنكشف كل وحدة لحالها مثل هيك هون. أول شغل بنبلش بتطبيقها هون على الكنافة، بعد ما نمض الصدر ونطبه بنحط له الحشو تبعه، مقادير السمن المعروفة كلياتها، بعدين بنعرضه على النار بنخلص. عرفت كيف؟ آخر شغلة بتجي هي تصفاوي، بعد ما نصفيه بنقلبه بنقطره وإن شاء الله تكون أكلة شهية. هاي الخشنة سخن، أما الخشنة بارد تنقلها كل فرد لحالها، كل اسفل لحال، اسفل لحال، وش لحال. عرفت كيف؟ بعدين القشطة هي كل اسمها قشطة على الباري، يعني أكلة معروفة كتير جدا مشهورة بحمص. بعد ما نخلص تحط القشطة على الباري، طبعا هي تكون باردة. ليش؟ هاي ميزتها انه بقشطة على الحل. هي أكلة حمصية رمضانية، يعني نحن متعودين عليها دائما برمضان ناكلها، يعني الكنافة البارد والكنافة على الساخن عندنا يا نوعين، بس الكنافة على البارد تلاقيها بعد الفطور بتاعت هيك برودة وتنعش القلب يعني. وتبقى الحلويات السورية صاحبة المذاق الطيب، لها صناعها ومبدعوها يخرج مذاقها الماضي بنكهة الحاضر. سلمى، بنبقى بعالم الثقافة، صار وقت نروح على جولة على آخر الأخبار الثقافية والبداية من دمشق وضمن إطار خطة التدريب المعتمدة للأطر التعليمية بما يتوافق مع المناهج الجديدة لعام 2017 و2018. افتتح الدكتور هزوان الوز وزير التربية ورشة عمل مركزية نوعية لتمكين مدربين مركزيين في مختلف المحافظات وفق رؤى متطورة للمناهج التعليمية تهدف إلى تفعيل دور المتعلم وتنشيط
قدراته العقلية وتنمية مهاراته. تفاصيل أوفى مع زميلتنا لينا شيبون، خلونا نتابع. بنيت المناهج الجديدة على تنمية تنشيط دور المتعلم وتنمية قدراته العقلية والحركية، ولكي تساعده على بناء معارفه وتنمية مهاراته. لذلك كان لابد على الزميلات والزملاء في الميدان التربوي أن استخدام طرائق وأساليب جديدة تدريسية وأساليب تقويم حتى نصل إلى الهدف من هذه المناهج. يعني الحامل الأساسي لهذه المناهج هم الزميلات والزملاء في الميدان التربوي. لذا كان هذا الاستهداف للزميلات والزملاء المعلمين والمدرسين للصفوف الأول والرابع والسابع والعاشر، الصفوف التي تم استهدافها في وضع المناهج والكتب المدرسية الجديدة. ورشة تأتي في إطار تطبيق خطة التدريب بما يتوافق مع المناهج المطورة لعام 2017-2018. طبعاً وقت بصير أي تطوير للمناهج هناك في خطة تدريبية ومادة تدريبية خاصة بالأطر التعليمية لتمكين المعلمين من حسن تنفيذ المناهج في الميدان. وهذه الورشة تستهدف المدرب يعني المدربين المركزيين لتمكينهم من المادة التدريبية للأطر التعليمية، وأيضا لتمكينهم من آليات التدريب وآليات قياس التدريب مع المدربين المحليين. ضمن عالم التربية والتعليم بسوريا رح ننتقل لحمص، حيث أقيم حفل تكريم رواد الطلائع من مختلف المجالات العلمية والمواهب الفنية بالمحافظة. تفاصيل أكثر عن أجواء الحفل رصدتها كاميرا الإخبارية السورية مع زميلنا أسامة ديوب. المتميزون على هذا المسرح كرموا، حيث أقام فرع حمص لمنظمة طلائع البعث حفل تكريم رواد الطلائع على مستوى الفرع بكافة الاختصاصات العلمية والأدبية والفنية والإعلام الصغير بحضور محافظ حمص طلال البرازي وفعاليات رسمية وشعبية على مسرح دار الثقافة. هؤلاء الأطفال الذين هم سيكونون عدة المستقبل في سوريا، وهم سيكونون بنات هذا المستقبل القادم الذي سينعم بالأعمار وبالنجاح وبالانتصار. نحن الآن نكرم رواد طلائع البعث الذين فازوا على مستوى المحافظة. سيكون هناك تكريم خاص لمن فازوا على مستوى القطر لنعزم فيهم روح الإبداع روح المعرفة. في إطار تعاون مشترك ما بين الجمعية العلمية السورية المعلوماتية ومنظمة طلائع البعث، اليوم عم نساهم في عملية تكريم الرواد الطلائع على مستوى القطر، لا سيما المتميزين منهم في مجالات مختلفة. أحب وطني كثيراً وسأفدي وطني بدمائي. هذه تفوقي إلى عائلتي وأرض سوريا الحبيبة ورجال الجيش العربي السوري. بهذا تكريمي للجيش العربي السوري وشهدائنا لسوريا الحبيبة. بهذا نجاح لقائد الوطن وللوطن وللجيش العربي السوري. تخلل الحفل فقرات فنية فلكلورية قدمها الأطفال المشاركون، الذين أكدوا إصرارهم على متابعة تحصيلهم العلمي وممارسة هواياتهم وإبداعاتهم والمساهمة في بناء الوطن.
خبرنا الأخير سلمى إلى عالم التصميم من التقل والإبداع، فقد يفتح الشباب العرب في كل يوم نافذة جديدة على الإبداع، ومنها فنانتين أردنيتين أطلقا مشروع مانديلا لتحويل الأحذية الرياضية العادية بيضاء اللون إلى أعمال فنية مميزة أو حسب طلب العميل، لتستوحي المصممتان فكرة مشروعهما من الفن السنسكريتي المعروف باسم رسوم المانديلا التي تستخدم فيها الدوائر والنماذج لتمثيل الكون. أول إشي بلشت فيه عادي رسم على ورق وكرتون وهيك، وقد ما انبسطت على الموضوع وحكينا في الموضوع أنا وسلوى فقررنا إنه نبلش نعمل عشوزات. حكينا إنه إذا هالقد بيكون الموضوع ببسطك وانت بتشتغلي وبتعطيه لحدا تاني عن إشي يلبسه، أكيد هذا الحل حيكون كمان مبسوط، وكل ما يشوف حدا كمان تنشري طاقة حلوة. حبينا انه نرسم على الشوز بشكل عام، انه عشان الناس عاده انه بتكمل لبستها بهذا الشوز، فالشوز هو اللي بيعطي اللوك اند فيل لكل اللبسه مثلا لكل شيء، وبنفس الوقت انتي وانتي ماشيه احيانا بتطلعي على شوزك بس ما بتقدري تطلعي مثلا على بلوزتك مثلا او على وات ايفر، فانه حلو انه دائما تلاقي شيء كلرفل عم بتحرك معاكي وين ما كنتي. مع هذا الفن بكون خلصت أخبارنا الثقافية لليوم. فاصل صغير وبنرجع لنكفي باقي فقرات صباحنا غير لليوم، خليكم معنا. سلمى، رمضان شهر الخير والبركة والتقرب إلى الله والتطلع إلى الذات والنظر نحو الآخر، وفرصة للتجدد الروحي واستثمار تعزيز القيم الإيجابية لتصبح عادات معيشية ضمن حياتنا اليومية. للحديث أكثر عن هالموضوع بصيرنا نرحب معنا بالاستديو بالأخصائية النفسية هنادي سلاخ. يسعد صباحك ورمضان كريم. رمضان كريم ويسعد صباحكم. يسعد صباحك. يعني نحن اليوم عم نحكي شوي عن أهمية يمكن العادات والطاقات الإيجابية والقيم الإيجابية وتعزيزها بمثل هاي الأيام الكريمة. تمام. ندخل أولا بمفهوم القيمة. كل شيء نعطيه قيمة يصبح قيمة في الحياة. فالقيمة هي مجموعة عن الأفكار تنشأ عنها مشاعر بتتجلى على السلوك. فبالنسبة لشهر رمضان الكريم في بيصير كتير اختلاف وتغيير بالعادات عند الأشخاص، فالشخص درجة إيمانه بالسلوك اللي بده يتصرفه، مثل على سبيل المثال الغضب، هو السلوك يتصرفه الشخص أثناء رمضان وكتير بيتكرر الغضب عند الناس. فشو هو مفهومه وقيمة الصيام عنده؟ بيتجلى هذا الشيء على سلوكه. فإذا الشخص عنده أفكار أنه الصيام هو شهر الهدوء، شهر ضبط النفس، اختبار الإرادة، القوة، الصبر، أكيد ما بيتجلى سلوكه بشكل غاضب. وقس على ذلك أي عادة بيقوم الشخص على تغييرها خلال الشهر المبارك، منها عادات الأكل، عادات النوم، حتى
حتى الوزن المفهوم وقيمة الصحة بالنسبة للشخص كيف بتنعكس أيضا على تعامله مع الأكل. طيب خلينا نحكي اليوم كيف فينا نستثمر بهي الأيام المباركة والشهر الفضيل هي القيم بشكل إيجابي، يعني فينا نعزز هي القيم نوعا ما مثل ما قلنا مثلا أو قلتي حضرتك أنه كثير من الناس بتقول أنا صايمة، يعني أنت معصب ليش؟ لأنه أنا صايم. تمام. نوعا ما أنا بدي أعزز هي القيم بشكل إيجابي، يعني أحاول يكون عندي ضبط للنفس، الشعور بالآخر، أعمل كنترول على يمكن على حالي بشكل أكبر. في مكونات للقيمة، هي مكونات فكرية، أنا الفكرة عن الموضوع شو بتكون، هاي بتتكون منذ الصغر، منذ فترة الطفولة الطفل يراقب من حوله كيف تعاملهم بهذا الموضوع كان أثناء الصيام، فهون بيدخل كتير عامل الأسرة والمحيط في تكوين القيمة عند الشخص. أيضا في المكون الانفعالي، درجة التفضيل والمشاعر اللي بيعطيها لهذه الفكرة، فلا يكون في انعكاس إيجابي بالنسبة للقيمة بده يكون عنا لحنا المفهوم واضح عن الفكرة الصحيحة للإنسان عن الصيام، ويتدخل منذ الطفولة أنه الصيام هو لضبط النفس، لاختبار الذات، لقدرتك على التحمل. هون بيكون أكيد كل تصرفات الشخص عند الكبر هي تصرفات ومشاعر إيجابية. طب خلينا بس هيك نحكي شوي ولو بتفاصيل، يعني نحن دائما بنقول أنه خلي عنا طاقة إيجابية، خلينا نعرف المفهوم الأساسي أو القيمة من صيام الشهر الكريم، ولكن على التطبيق ما حدا بيقدر، دائما مثل ما بيقولوا شو تطبع الناس بيغلب. تمام. هذا الموضوع كيف انا فيني بهذا الموضوع اني احقق هذا الشيء، شو الوسائل؟ صحيح. اذا قلنا شو ممكن اعطي الاشخاص تكنيك يعتمدوا عليه حتى يقدروا فعلا يوصلوا لهالشيء اللي هو بسيط بس. صحيح. ما حدا عم يقدر يعمله. صحيح. اغلب الناس عندهم مشكله بالتدخين، الدخان والقهوه، فهي هي عادات، فالانسان وقت يصير عنده اختلال بتغير العادات بيصير عنده هون اختلال بالتوازن ورد فعل وطريقة التعبير بتختلف بشكل خاطئ. العادة هي عبارة عن فكرة، أي عادة هي عبارة عن فكرة الشخص متمسك فيها ومبرمج حاله أنه هو لا أن يعيش بدونها. فكتير من الأشخاص المدخنين من يوم شهر رمضان بيأذن المغرب يقول لك لا أنا أبدا ما تضايقت، فهي عبارة عن فكرة، كيف أنا بعطي العقل للأمر هو بيتصرف. وكل ما زاد عنا المكون الانفعالي، المشاعر اتجاه الشيء ولا الموضوع اللي لحنا عم ننفذه، كل ما كان تجلى هذا بشكل إيجابي أو سلبي على السلوك. فليش كتير من ركز على أنه نحب الصيام أو نعزز مفهوم الصيام عند الطفل لنشكل عنده عادة، لأنه بس الصيام بالحقيقة هو عادة. الأشخاص مثلاً اللي ما بيصوموا عند الوقت يكبروا بيقول لك أنا ما تعودت، بغض النظر أنه هو فرض من الناحية النفسية والسلوكية هو عادة. كيف منعود الشخص على الصيام بيكون عند الكبر. طيب حكينا يمكن معك بمرة سابقة عن التنفس وأهميته في برمجة أفكارنا، خلينا نحكي عنه مرة ثانية فعليا. صحيح. إنه حتى يمكن بعطي لحالي يمكن نوع من ضبط النفس، يعني أنا لما أعمل تمرين للتنفس بشكل يومي. صحيح. مستمر حتى التوتر يمكن بينخفض عندي نوعا ما. التنفس مثل ما قلت هو الآلية الوحيدة اللي بتعمل ضبط بين الجسد والروح والقلب. وكمان ذكرت أنه الشخص وقت يكون غضبان هو باللا شعور بيعمل التنهيدة. هاي التنهيدة عبارة هي عن النفس العميق اللي احنا ندعو له الشخص وقت حالات الاسترخاء. فهو وقت عم بتنفس التنفس العميق اللي هو التنفس الاسترخائي البطني، فوت كمية الأكسجين اللي بسبب انقباض القفص الصدري عند مرحلة الضيق والتوتر، عطى أكسجين لحاله ليقدر ينطلق بشكل جديد. فالتنفس كتير آلية مهمة بشهر رمضان، ولكن بشكل خفيف لأنه الجسم هون بيكون فائت كتير من السكريات بيؤدي لحالة الدوران. فمننصح كمان لا مانع قبل السحور مثلا بعشر تنفسات، وأثناء النهار الشخص إذا شعر بالغضب أو بالتوتر كمان بعشر تنفسات بطنية. نعيده للمشاهدين كيف بيكون التمرين، يعني تمام. التنفس العميق البطني هو بناخد نفس من الأنف شهيق طويل بينزل لعند البطن مثل تنفس الطفل الصغير، فبيؤدي لانتفاخ عضلات البطن. فوائده أنه هو بيفوت كمية كبيرة من الأكسجين اللي بتتغلغل بالدم، بتؤدي إلى إفراز هرمون الأندروفين.
هذا إفراز الأندروفين هو اللي بيساعد على عملية الاسترخاء بالجسم. والزفير عن طريق التم بيكون كمان بزفير طويل، فمنخرج كل شيء اللي احنا سموم وضيق عن طريق زفير طويل. منكرر هذا التنفس قبل السحور بما أنه احنا برمضان 10 مرات، وأثناء النهار إذا قدر الشخص هو كمان يكرروا 10 مرات ما في مانع. يعني حكيتي هلا عن يمكن خلينا نقول اسلوبين لازم يمكن الشخص يتبعون، اللي هو تكرار الفكره تمام. الايجابيه او الفكره اللي بده ينفذها لحتى يقدر العقل الباطن يتشربها. صحيح. حكينا ايضا عن التنفس، شو في كمان وسائل ممكن مو بس حتى برمضان بالايام العاديه انا استخدمها لحتى غير شوي من طريقه تفكيري ببعض الامور اللي هي ممكن ما لا شك انه جزء منها يكون فيه سلبيه؟ اولا واخيرا نحن بنقول الافكار، الافكار هي الاساس باي شيء للتغيير. حتى القيم، القيمه كثير صعب نحن نغيرها عند الشخص لانه نحن بنت بناء هي من مرحله الطفوله للكبر. فالانسان وقت هو يكون يعطي الفكره، ولكن بشرط الفكره بدها ترافقها مشاعر. نحن التغيير ما بيكون عن طريق الفكره فقط ولكن عن المشاعر. هون بيصير الشخص متجه نحو الإيجابية، ومصدر المعلومة من وين بياخذها ولا تصحيح المفهوم عن هاي الفكرة أو التصرف اللي كان عم بيتصرفه بشكل خاطئ بس بيعطيه مشاعر. هون بقى بيشتغل معه الجذب وبندخل بقوانين أخرى وهي قوانين الجذب. طيب خلينا نحكي يمكن عن بعض هاي القيم، كيف فعلا فينا نزرعها اليوم بأطفالنا؟ يعني ممكن أنت مثل ما قلتي هي قيمة هي بالأساس عادة بيكتسبها من المحيط تمام. من العيلة من المجتمع إن كان المدرسة. خلينا نحكي عن بعض هاي القيم وأهميتها اليوم، كيف فينا نعزز هاي القيم منذ صغر لأولادنا؟ صحيح. تختلف أهمية القيمة من حسب شخص لآخر. نحن دائما عنا في تمرين اسمه سلم القيم. القيم اللي أنا بتعنيني بأسرتي بتختلف كتير عن الأشخاص الآخرين. فبالنسبة للقيمة هي أغلب الأطفال بيطلعوا هنا منمزجين مثل الأهل. فحسب النموذج الطفل اللي بيشوف أهله فيه هو حيتنمزج قيمه. ولكن بس يصير الشخص شاب هون في عنده هو المكون الشخصي الداخلي. فدرجة تفضيله وقناعته بهاي القيمة وطريقة تعامل الأهل كانوا معه أثناء الثواب والعقاب. مثلا الخير والشر، وقت الطفل يكافأ على الخير ويعاقب على الشر هون بتتعزز عنده القيمة. فكتير مهم من أجل بناء القيمة هي النموذج إن كان الأسرة أو المدرسة، الفترة الأساسية لبناء القيمة عند أي شخص. نرجع لمرحلة الطفولة بتشكيل القيم وصعوبة تغييرها لأنه هي كتير انبنت بيكون بشكل مبكر وتشربها الشخص بشخصيته. يعني هون لازم يمكن نحكي وننبه كتير كتير الأهل على نقطة كتير مهمة، إنه هو ما يتم ربط الإيجابي بالعقاب. تمام. يعني أنه التصرف الإيجابي هو عقوبة بعض الأهل بيربطوه أنه فأنت إذا ما عملت هيك معناته أنت غلط. قديه مهم يمكن هاي الفصل بين الأمور يمكن القديمة أو حتى طريقة تعليمنا لأطفالنا بعض السلوكيات بالحياة. هلا الميزة الكتير حلوة إنه صار بالمدارس منتشر المرشدين والمساعدين ليخففوا عن الأهالي عدم معرفتهم وخبرتهم، وتتحمل هون الأسرة والمدرسة الأعباء بشكل متوازي. مثل ما قلنا في عنا التعزيز الإيجابي اللي ذكرتي والتعزيز السلبي، فنحن منعزز السلوك بالإيجاب ومو دائما منلجأ للعقاب والتعزيز السلبي بالنسبة للطفل لنثبت عنده السلوك. يعني مثل ما حكينا نور يمكن هاي الأمور كتير مهمة بهذا الوقت أنه نحن نتبع بحياتنا بشكل يومي. قبل ما نختم بس النصيحة الأخيرة اللي بتحبي توجهيها لكل يلي عم بيتابعنا خلال هذا الشهر الكريم لحتى هيك نهدي أعصابنا شوي ويخلص هذا الشهر على خير. في قاعدة أنا بقولها، اغتنم شهر رمضان للتحرر من جميع تعلقاتك. فالشخص اللي عنده فكرة أنه هو متعلق بشيء معين يكون شهر رمضان فترة له للتحرر وإثبات لنفسه أنه هو أقوى من أي عادة وأقوى أي شيء هو متمسك فيه، من خلال رفع قيمة الصيام عنده وإثبات على الجانب النفسي أنه هو ما عنده أي تعلق ويتحرر من جميع تعلقاته. نعم. نشكرك على وجودك معنا، شكرا كثير لك. شكرا لكم، رمضان مبارك. شكرا لك ورمضان كريم. اما هلا نور رح نروح لمحطتنا الفنيه مع وجه شاب قدر بهدوء وثبات خطواته الفنيه انه يكون له اسم وحضور خاص على الخارطه الفنيه. زحمه الوجوه الفنيه الشابه ما منعته من ترك بصمته الخاصه عبر تنوع الادوار والبراعه بتقمص شخوصه الدراميه. مين الفنان يلي رح يشارك صباحنا اليوم؟ خلينا نتعرف عليه بالتقرير التالي.
ملامح قريبة من القلب، قدر يترك الممثل علي الإبراهيمة بصمته الخاصة، ورغم أنه البداية كانت بالسينما مع المخرج جود سعيد في فيلم مرة أخرى، إلا أنه للدراما الحصة الأكبر بمسيرته الفنية. خير فهد؟ تفضلي معي. والله بدي أعتذر منك، شكله بدها تصير مشكلة طويلة عريضة إذا إجا أخي لهون ولا أنا واقفين مع بعض. يا أخي لا تعذب حالك وتيجي، كنت حاكيني تليفون وقلي شو بدك. هلأ كتر الحكي ليش؟ تعرفي حالك ما فيكي إلا ما تروحي معي، ورح أخذك حتى لو بالقوة، فشرفي معي. ولهذا الموسم حضور مختلف بأعمال شكلت جدلية خاصة. شوق هي حصيلة مشاركاته الفنية لهذا العام، وبيبقى التحدي بخوض مواضيع إشكالية وبشخصيات مختلفة. ولنعرف تفاصيل الأعمال بشكل أوسع نرجع لبرنامج صباحنا غير وضيفنا الفنان علي الإبراهيم. اليوم مشاهدينا رح نتوقف عند موهبة مميزة إلى حضور خاص على الساحة الدرامية، بصمة فنية واضحة للفنان علي الإبراهيم. يسعد صباحك. صباح رمضان كريم. ينعاد عليكم بالخير والصحة والسلام يا رب. أهلا وسهلا فيك علي بأول مرة على شاشة الأخبارية السورية. أهلا وسهلا فيك. أكيد يعني هذا شرف كتير كبير لي. خلينا نبدأ شوي، يمكن مثل العادة رمضان ودراما وماراثون 2017. أوكي. خلينا نبلش شوي، شو الأعمال السنة؟ السنة في شوق وحكم الهواء وغرابي بسود. خلينا نحكي عن مشاركتك بالبداية. شوق يعني هالعمل مهم على الصعيد يمكن درامي، وعلى الصعيد الأعمال الدرامية اللي بتتناول يمكن الأزمة السورية، في إله خصوصية، في إله كان متابعة بشكل كتير كبير. خلينا نحكي عن خصوصية هيدا العمل، وقديش فعلا نحنا من خلال هاي الأعمال الدرامية فعلا عم نقدر نلامس الواقع السوري في ظل ظروف الأزمة، في ظل ظروف الحرب اللي عم نعيشها. تمام. هلا العمل ككل، يعني هلا بدي أحكي أنا عنه وتجربتي مع المدام رشا شربجي. هي أول تجربة، أول شيء اللي مع المدام رشا، كتير انبسطت فيها. أكيد نوجه لها تحية. أكيد إلا رمضان كريم. المخرجة الكبيرة رشا شربجي. أكيد. والفكرة إنه هلا العمل يعني عم يحكي عن خليني أقول عن جزء كبير من الهم السوري يلي نحن هلا فيه. موضوع السبايا ما كتير حدا يعني حكى عنه بشكل سلس، كان يمر مرور الكرام كأنه نوع من الخوف، كان مر بالسينما أكثر. يعني السينما بس يعني عالجوا شوي الفنان الكبير أكيد المخرج مجدد أنزور. تمام. شوي بالسينما بس ما شفناه بالدراما. يعني هلا هي هون الفكرة، نحن يعني مقلين بالسينما بهي الفكرة. ليش؟ لأنه ما كتير عنا خليني أقول شباك تذاكر أو متابعين كتير للسينما، ودائما التلفزيون هو يعني له متابعين أكتر، ورمضان يعني صار هذا الطقس دائما موجود إنه الأعمال الدرامية خلاص تخصصت بس لرمضان. العمل يعني انشغل عليه مع اي ممثل، مع الجروب ككل انشغل بطريقه الوركشوب. يعني انا مثلا بدي احكي عن شخصيتي فهد، قبل ما نبلش تصوير اشتغلنا على تفاصيل كتير يلي هي فهد كيف بيلبس، شو طريقه كلامه، هدول الديتيلز التفاصيل الصغيره كلياتهم اشتغلنا عليهم. واكيد يعني كانت الفكره انه يكون العمل هو اكثر من 33 حلقه، كان ممكن 40 حلقه بس مثل ما قلنا لانه رمضان، ماراثون رمضان، تمام، فلازم يكون انه هيك. هلا انا ما بدي طيل كثير يعني بالحديث عن شوق لانه لكن يستحق الكلام عنه، عمل مهم بهي السوية وبهي التعاطي، يستحق انه نحكي عنه لانه نحكي عنه بس انه الفكره يعني شوق، خليني انا خلي العالم هي تقيم. صحيح. شوق اكثر ما نحن نحكي عنه لانه
مشان ما نظلمه يعني. ممكن أنا هلأ أحكي بس ما أحكي بكتير تفاصيل دقيقة عنه. يعني علي نحن هلأ صرنا تقريبا ب 18 رمضان يعني أكثر من نص الشهر تقريبا. كيف عم تسمع الأصداء؟ كيف عم تشوف الناس تعليقاتهم؟ شو أكثر شيء يمكن عم بيتابعوا؟ شو أكثر شيء حابينه؟ وخصوصا أنه الدراما السورية هي السنة كان في كتير جدال وشفنا وقفات فنية من ممثلين مثل الفنانة شكرا مرتجى أنا مع الدراما السورية وغيرها من المواقف. هلا كمتابعين للدراما ككل ولا بس حصرا شوق ولا ككل؟ ككل. هلا انظلمت السنه الدراما انظلمت كثير. بتصور انا يعني احنا ما عم نتحارب بس بعارضنا سياسيا، احنا عم نتحارب بكل المجالات فكريا وثقافيا بكل شيء هذا يعني للاسف نحن كلياتنا عم نعاني منه. وما تسوق كثير اعمال يعني، في تقريبا شي 7 أو 8 اعمال ما انباعت، والاغلب الاعمال اللي انباعت او تسوقت يلي هي للاعمال البيئه الشاميه. حسب السوق من سوق، خليني اقول يعني شو بينطلب منا، فنحن ممكن نستكتب كاتب او اي شيء. وقت اللي بيكون المال سوري سوري نحن بنتحكم باي شيء بدنا اياه. يعني للاسف الشديد انه نحن عم نكتب مثل ما هن بدهم احيانا. مو ككل يعني، بس نحن مشان ما نظلم الاشخاص الثانيين احنا ما عم نعمم، بس هي حاله عم نحكي عنها حاله اكيد. والفكره ما بعرف يعني، بتمنى انه ان شاء الله نستدرك القصص ونوقف عندها ويعني نلاقي حل. ما بعرف شو هو الحل، هو هيك يعني بين قوسين مجرد اقتراح بس. أكيد علي يعني الحديث بيطول معك. نحن مثل ما قلت بهذا الوقت نحن وقت حرب على بلدنا، رح نروح معك ونكمل أكيد حوارنا، ولكن بعد ما نروح لا موجز الأخبار ونروح لاستوديوهات الأخبارية السورية لنطلع على آخر وأهم المستجدات مع زميلي بهاء خير. يسعد صباحك بهاء. يسعد صباحك سلمى. موجز الأخبار بعد الفاصل. أهلا بكم. أكد مصدر عسكري أن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع وحدات من القوات الحليفة تواصل تقدمها في البادية وتحكم سيطرتها على منطقة ومثلث أرك وتلال المشرفة بعمق 3 كيلومترات وعرض 6 كيلومترات وعلى المحطة الثالثة. هذا وأحبطت وحدات من الجيش والقوات الحليفة محاولات لمجموعات من تنظيم داعش الإرهابي لاستعادة المنطقة التي تم دحرها منها في البادية السورية، وتكبدت خلالها خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد، وذلك باستهداف فلولها الهاربة والتي قامت بتدمير المحطة وتفجير الآبار قبل هروبها. نتابع مشاهد من تقدم القوات المسلحة والحلفاء في البادية والسيطرة على منطقة ومثلث أرك والمحطة الثالثة. مين حد كمان؟ ايه كمان انا بعرفهم. أعلن الممثل الخاص الرئيس الروسي لشؤون دول الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن اجتماع السنة المقبل حول سوريا يمكن أن يعقد يومي 4 و5 من تموز المقبل. وكان بوغدانوف أعلن في وقت سابق أنه تم تحديد 20 حزيران الحالي بشكل أولي كموعد للجولة القادمة من اجتماع السنة حول سوريا، بعد أن كان مقررا في 12 و13 من حزيران، حيث أكد مصدر مقرب من اجتماع السنة أن المشكلة أن تركيا تعيق عملية التنسيق تحت ذرائع مختلفة. تمكنت وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية من تكبيد قوات النظام السعودي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وذلك خلال عمليات بقطاع جيزان. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية 7 عن مصدر عسكري بجيزان قوله إن وحدات من الجيش واللجان الشعبية
نفذت هجوما مباغتا على مواقع قوات النظام السعودي، مشيرا إلى مقتل بإصابة 20 من جنود النظام السعودي في الخوبة الشمالية، بالإضافة إلى مقتل وجرح أكثر من 15 آخرين في مواقع إدفينية وقائم زبيد والكرس. أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد مسعود جزائري أن الولايات المتحدة والنظام السعودي أدارا وأسندا ووجها العمليات الإرهابية التي استهدفت طهران مؤخرا. وأوضح العميد جزائري أن تنظيم داعش الإرهابي هو من نفذ الاعتداءات الإرهابية في طهران والتي أدت إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين حسب الاعترافات التي أدلى بها عدد من الموقوفين. نهاية الموجز، والآن عودة للزميلات في استديو صباح نغير. شكرا لك بهاء، وأكيد مشاهدينا مستمرين بصباح نغير مع الفنان علي إبراهيم، ونرجع نكمل حديثنا. وكنا عم نحكي عن الدراما اللي انظلمت السنة شوي. تمام. شوي كتير يعني، شوي قليلا جدا كثيرا، ما بعرف شلون بدنا نصيغ القصة. ما نحكي، لا لازم نحكي عن الدراما السورية اللي انظلمت. يعني السنة الماضية كان في عمل لاستجارية كمان بسبب عدم تسويقه نحط بالدرج ونعرض هاي السنة. الفنانة الكبيرة أمل عرفة كمان عندها عمل مهم، هي سايكو، أصرت أنه يبقى بالدرج لأنه ما تسوق له للعمل. في معاناة بتسويق العمل الدرامي السوري اليوم، في ظروف استثنائية عم يعيش العمل الدرامي، مع أنه الفنانين السوريين جنود إلى جانب رجال الجيش العربي السوري. طبعا. عم يقاتلوا على الأرض لأنه تكمل الحياة. يعني أنت الحرب موجودة لكن الحياة مكملة، بدنا نمثل، بدنا نغني. صح. بدنا نعيش. أي حدا موجود على هي الأرض فهو مقاتل، وهو عم يناضل لحتى تبقى سوريا فيها نبض الحياة، ويعني في هاي الحياة اللي نحنا بدنا نناضل بكل المجالات. الفكرة الاستجارية مثل ما قلتي وتفضلتي، السنة الماضية ما انباع كمان لأنه صار في تبخيص بحق الدراما السورية، لأنه إنتاج سوري بامتياز، سوري سوري مثل ما حكينا مثل ما حكينا قبل. ونفس الشيء كمان بموضوع سايكو للمدام أمل عرفة، لأنه القصة صفت أنه هذا عمل سوري فمو معزز ب يعني مع الاختلاف طبعا بين العملين، أنه مو معزز مثلا بممثلين من دول اخرى. طبعا بسايكو في ممثلين، بس الشرف كان تماما حتى ولو بس الفكره صفت انه هذا مسلسل سوري بحت انتاج، فبدنا يعني بدنا ننزل من قيمته كيف ما كان. ممكن هي الفكره انه نحن نطالع دراما ثانيه ونهمشها لهي الدراما لانه حاجتها. وهذا اللي صار يمكن مع كثير من الاعمال منا، عمل شوق، لانه نحن كنا موجودين بافتتاح العمل مع الفنانه والمخرجه رشا شربتجي، وكان متوقع يكون في له تسويق كثير كبير. كان في نوعا ما صدمه لهيدا التسويق ومحاربه العمل بشكل كثير كبير فينا نقول. هلا شوق هو انعرض بس على قبل رمضان على الاو اس ان، على المشفى. الفكره كان في على يعني كان في خطه يلي هي انه ينعرض على كذا محطه. بدي قارن بشيء يلي هو مثلا انت بتشتغلي عمل عن داعش او عن المسلحين بشكل عام، فاذا كان العمل مو سوري بينباع اكثر، اذا كان العمل سوري فهي بدهم ياخذوها انه هي الفكره انه هي سياسه وجهه نظر سوريه. هي ابدا، نحن يعني وقت اللي نحن عم نحكي عن داعش، هو يعني هو دمر كل البلدان يلي فات عليها، فنحن لازم وقت اللي نحن بدنا نكون عادلين ومنصفين بهي القصة انه ينشاف العمل ونأكد على فكرة انه داعش تنظيم ارهابي معترف عليه عالميا. يعني ما صفت الفكرة انه هذا عمل سوري بحت او مصري او بس الفكرة انه خلص هون هذا عمل سوري فلازم نهمشه ونطالع عمل تاني. أكيد علي، هذا الحديث بيقودنا لنفوت للدراما المشتركة. إذا فينا نقول مثل ما قلت، هلا عم بصير في محاولات يمكن بكتير من الأوقات إنه يتم إعلاء الدراما المشتركة فقط من أجل تهميش الدراما السورية، علما مع إنه لهالوقت الدراما المشتركة بيضل العنصر السوري أو الممثل السوري هو الأبرز بالعمل. تمام. هلا انا مو ضد الاعمال المشتركه، كلياتنا مو ضد، كلنا مو ضد مشان ما نفهم غلط، ونحن ما لنا عنصريين، نحن مع الفن ككل بكل البلدان. بس الفكره وقت بينفرض عليك انه يكون بهذا العمل، هو يعني حتوته سوريه فيني يجيب مثلا
ممثل مصري ولا ما بدنا نذكر الجنسيات، بس يعني الفكرة انه جيبه يمثل بعمل سوري ويلعب هو مثلا دور ابي اللي انا مثلا سوري فرضا، وما في شيء يعني انه عم نضحك نحن على المشاهد بهي القصة، يا يكون شيء منطقي و من اصل الحكاية تماما، يا اما ما في داعي لها و ما بعرف يعني هلا مضحك مبكي هلا اللي عم بيصير صدقا. هي يمكن نوعا ما عم نحكي معك علي، وانت كفنان شاب سوري فشت خلق صغيره، رح نتابع حديثنا معك ونغوص بتفاصيل الدراما السوريه اكثر، بس خلينا نتابع مقتطفات من اعمالك الدراميه لنحن ومشاهدينا ونتابع حديثنا. دعوه منيحه ايمت اول محاضره بكره؟ تركنا من سيره المحاضرات بالجامعه. مو نازل بكره؟ لا مو نازل. او لا لا نازل. دلت علي انا يعني؟ وانا كمان مو نازل. جوان انت لا، ما بيصير. انت متغرب يعني بعد 4 سنين بدك ترجع لعند اهلك. شو بدك تقول له؟ ما راح اقل لهم شيء. بدي ادور على شغله وضلني هوني. انت هيك عم تفكر تدور على شغل وتضل هون؟ اي والله. شغل بلقى مش لي ما في. ولا عنا أرض نزرع لحتى أشتغل فيه، بقى لازم أشتغل وأدرس هون. مثل ما بدك. إلك زمان ما طلعت عنا. إيه والله أنا مقصر معك عمتي. سهر هون شي؟ لا حبيبي طلعتني شوي. قلي في شي؟ لا بس. بس شو؟ عاوزة بموضوع. إيه تقبرني هلأ بتجي. تعا عود. تشرب شي راوي؟ ايه بشرب يلا. قولك اهلي رموي يعني زقت لك. لك كيف الدراسه معا؟ ايه تمام. ايه الحمد لله. سهام بحالي رح افتح الباب بحالي. اهلا مستر وزير الفضل. تعال ودي يا زلمه بيجي. مرحبا يا جماعه. لك اهلا ودي. كيفك اختي؟ اهلين حبيبي كيفك انت؟ على فكرة حماتك بتحبك رح شربك قهوة. يلا بسرعة. كيفك رامي؟ اهلين وديع. مرحبا. اهلين. انا ورد رفيقة لأمل. نسرين سكرتيرة الاستاذ رشيد. تشرفنا. اهلين. كيفه رشيد؟ هلا هو بالعناية. قال مفروض يطلع اليوم. يعني علي مثل ما تابعنا أدوار كتير، يمكن رجعنا شوي بالذاكرة لورا تتذكر بعض هاي الأدوار، ويمكن شو في دور من الأدوار له مكانة خاصة بذاكرتك. هلا كل شخصية لعبتها هي إلى مكانة أكيد. بدي أكد على الفكرة هن مثل أولاد صغار وأنت عم تربيهم، وكلهم بحبهم. رامي، خالد، كل واحد له هيك شيء خاص عندي أنا. بس اللي بحبه أنا واللي كتير هيك كل فترة هيك مثلا بشتقله عن جد قاسم بالمفتاح مع الأستاذ الكبير هشام شربتجي. بوجه له تحية وبقول له رمضان كريم أكيد. ويعني هيك كان في كان العمل كلياته جدلي كله. يعني لما تقول هشام شربتجي لازم يكون هناك جدل حول العمل الذي يقام. تمام. والعمل حتوته تبعه كمان حلوة يعني أول ما تقري الدور أو قريت النص أنا كله انبسطت كتير إنه الأستاذ هشام بعت لي هذا الدور. وقاسم يعني كل ما كنت انزل صور كان في طاقة كبيرة كتير إنه مبسوط مبسوط كتير إنه إيه ما بدهم يحاكوني تاني يوم ثالث يوم يعني بدي صور أنا مشتاق له عن جد يعني حتى وأنا عم صور كنت اشتاق له وقت خلصنا عن جد دايات لأنه كان ممكن إنه كان يصير في إضافات للشخصية يعني هيك صار نصيبه هو بس لأنه ارتبطت بعمل تاني كان المفروض إني أنا طول دقني بالعمل اللي بعده فإنه وقفنا ما ضفنا شيء. هذا اللي بدي أسألك عنه علي. ببداية حديثنا كنا عم نحكي أو كنت عم تحكي حضرتك إنه قديش أنا فيني نضيف تفاصيل على الشخصية إن كان طريقة الحكي ولا طريقة الهيكلية الشخصية بشكل كامل. قديش اليوم أنت كفنان شاب فعلا لازم نلعب على التفاصيل. يعني في عنا أكثر من عمل درامي بنشوف الفنان بهيدا العمل بهيدا العمل نفس الشيء تقريبا يعني ما بيعطيك خصوصية. قديش أنت كفنان لازم فعلا يكون في قدرة باللعب بالمهارات وبالأدوات، وقديش فعلا بده مجهود نوعا ما كبير. تمام.
هلا خلينا نرجع لكان اذا هيك فتنا بهذا الموضوع، نرجع لمرحله الدراسه، مرحله المعهد العالي للفنون المسرحيه. الفكره بالمعهد اول شيء يعني ممكن احنا نشتغله يعني تفاصيل الشخصية، كيف بدنا نشتغل على هي الشخصية، تاريخ الشخصية يلي هو المشاهد ممكن ما بيعرف شيء عنا، نحن بنكتبهم وبيضلوا هدول معنا. يعني انه انا كممثل هيك بتصرف، ما بعرف اكيد اغلب الشباب وزملائي اكيد بيشتغلوا بنفس الطريقه. الفكره انه احنا بنكتب هي التفاصيل وتاريخها، انه هو شو كان يشتغل، وين تربى، وا 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 كل هدول بنشتغل عليهم. واثناء التصوير كله هذا بيتنفذ بس بيني وبين حالي، هذا بيصير داخلي اكثر ما يكون براني. حسب كمان ممكن انا اكون عم بلعب شيء جروتسك اللي هو مثلا كاركتر فاقع فيكون من برا، عكس وقت نحن بنشتغل شيء من يعني جواني تمام نفسي للشخصية 100%. فالفكرة انه مثلا هلا بتختلف القصة مثلا، بس انا وقت اللي انا بدي اشتغل عمل واحد غير وقت بدي اشتغل كذا عمل. وقت بدي اشتغل عمل واحد فاكيد انا عم ركز بهي الشخصية تحديدا، ما عم شتت حالي وعم بعرف حالي وين رايح بهي الشخصية. بس لما اشتغل اكثر من عمل بنفس التوقيت قديش في فعلا بيكون هيك في جهد مضاعف وضبط يمكن ممكن، بس هذا الشيء كمان انا ما رح يساعدني، ما رح يساعدني كاني انا غير بالكاركتر تبعي بالشكل يعني هلا بالفيزيك اكيد بدي غير 100% ممكن، بس الفكره انه انا وقت بدي ارتبط بهذا العمل عندي فتره معينه، هي الفتره انه مثلا شهرين ثلاثة اشهر، فانه بحافظ على هذا الكاركتر والفيزيك اكيد محفوظ 100% لازم يكون. بس التشتيت هو بيضيع المشاهد مثل ما قلتي، واحيانا ممكن الممثل ما يقدر انه يغير وبيقول لك انه انا ماني مستعد ارتبط براكور شكل مشان ارتبط بكذا عمل. اكيد صحيح علي، لهيك انت دائما تختار ادوار يمكن تكون قليله ولكن بهمك يكون مختلف الشخصيه، طريقه اداء مختلفه، يعني ما انك مو من الفنانين اللي بتحب مثلا يكون عندك الموسم مثلا 5 أو 6 أعمال، ممكن عمل واحد يغنيك عن موسم كامل. تماما، السنه الماضيه انا اشتغلت ايام لا تنسى مع الاستاذ ايمن زيدان، كثير انبسطت بالدور. يعني كانت الفكره انه قبلها كنت انا شاغل فيلم الاب مع الاستاذ باسل الخطيب، وكنت مطول دقني كثير وشعري وكذا وهيك انه عسكري بحصار. فبعدها اشتغلت مع الاستاذ ايمن، كان بهي الفتره اجاني كذا عرض واعتذرت عنه. بس وقت تشتغلي انت عمل مثل ما تفضلتي وقلتي يكون شخصية يعني انه الى لرصيدك تماما الشخصيات. وهيك يعني محورية خليني اقول فبتنبسطي وبتشتغلي من قلب ورب بصراحة. كانت الشخصية يعني هيك اول مرة بشتغل حدا هيك متشدد ديني، حس ما كان بيلبق لي، بس اشتغلتها يعني كانت هيك شيء خاص بعيدة شوي عني كلني. فالفكرة وقت اشتغلتها كانت هيك غريبة علي فانبسطت فيها. طيب علي بالختام شو في شيء جديد برصيدك، أعمال قادمة عم تحضر لها؟ هلا بكير على القصة إنه نحكي شو في هلا. عم صراحة هلا فترة نقاهة، مو نقاهة، نقطة استثمار اللي العالم عم تقيم شو اشتغلت تماما. مو عني أنا أو شركات الإنتاج، عم تشوف شو النتاج بالأخير بهذا الموسم الرمضاني. يعني ممكن يكون فيه ممكن ما يكون فيه، ما بدنا نقول انه والله جاييني وما جاييني لا، بس يعني الفكره انه بكير عليها. بكير عليها، بس نحن دائما بنحب نشوفك سواء بشاشه التلفزيون او بالسينما. شكرا كثير لوجودك علي الابراهيم، نور صباحنا غير لليوم وكان صباحنا معك غير. شكرا كثير لكم ورمضان كريم وينعاد عليكم بالخير والصحه والسلامه. تحية لرجال الجيش العربي السوري اللي هن أصحاب الفضل بوجودنا هون والحياة ماشية بسوريا. أكيد الفنان الشاب علي إبراهيم شكرا لوجودك معنا، وأكيد تحية لكل الفنانين السوريين اللي عم يمكن يناضوا اليوم ضمن ظروف استثنائية، فتحية لكل فنان سوري. شكرا كثير لك. شكرا كثير علي. اما هلا مشاهدينا رح نروح لمدينه الشهبه وننتقل، فاثبتت خلال سنين الحرب على سوريا انه شعبها ابناء الحياه، وبعد نفضه لغبار الارهاب بداوا باعاده الاعمار واعمال الترميم. تفاصيل اوفى بتقرير مراسل اخباريه بحلب وليد هناي. في ظل الحرب التي تعيشها البلاد تبقى اراده الحياه والاصرار على اعاده الاعمار العنوان الابرز الذي يرسم حياه السوريين،
وهذا ما ترجمه سكان منطقة سيف الدولة في حلب بعد نفض غبار الإرهاب عن الشهباء. ما راح يعمر أكيد الله، نحن إذا أنا ما بلشت في بيتي وجاري ما بلش في بيته وشلنا هالشيء اللي صار ما راح يعمر، بس لا كلياتنا إيد بإيد راح يعمر إن شاء الله ونرجع أحسن من قبل، ونحن بنعمرها ونحن اللي بنبنيها إن شاء الله. نرجع نعمر البلد ونبنيها، همتنا القوية. مثل ما الجيش انتصر على المسلحين وطلعوا من حلب نحن نرجع نعمرها وهمتنا القوية. لم تمنع حرارة الصيف مع ساعات الصيام الطويلة أهالي حي سيف الدولة من العمل يدا بيد كبيرا وصغيرا لإعادة إعمار المنطقة، فهم كما كل السوريين في جميع المحافظات يعملون كجسد واحد كرمى لتراب الوطن. عمرة والدمار ما راح يسني من عزيمتنا إن شاء الله. الدمار ما حيسنينا لا والله، بس عزيمتنا أقوى من هيك بإذن الله طبعا. ولا نعمرها إن شاء الله تتعمر، بدها ترجع مثل ما كانت وأحكن. إحنا شباب صغار وكبار بدنا نعمرها. إعادة أعمار عدد من المناطق في حلب خطوة في خارطة الطريق لإعادة إعمار جميع المناطق في سوريا والتي تدمرت بفعل الإرهاب، خريطة ترسمها انتصارات رجال الجيش العربي السوري المتتالية. أما هلأ مشاهدينا صار وقت نروح لمساحتنا الطبية بحلقتنا لليوم. عملية زراعة الشعر انتشرت بشكل كتير كبير بالوقت الأخير وإلى أهمية كبيرة مو بس لتحسين المظهر الخارجي بل للهرب من الصلع أيضا. أكيد نور، زراعة الشعر إلى دور مهم بحماية الرأس من الحرارة وضربات الشمس. هل من تأثيرات لإجراء هالعمليات بالصيف وارتفاع درجات الحرارة؟ هالموضوع رح يكون موضوع فقرتنا مع الدكتور علي صقر الأخصائي، علي قصيص الأخصائي بزراعة الشعر والليزر. وأيضا مشاهدينا للمشاركة بأسئلة واستفسارات فيكم تطرحوها مع الدكتور ولكن من خلال التواصل على الرقم الظاهر أسفل الشاشة. يسعد صباحك ورمضان كريم دكتور. صباح الخير ورمضان كريم ولجميع المشاهدين، رمضان كريم إن شاء الله. رمضان كريم ويسعد صباحك دكتور. بالبداية خلينا نحكي عن عملية زراعة الشعر. هي العملية قديش فعلا فينا نعتبرها عملية مهمة وبنفس الوقت ممكن تكون صعبة؟ يعني نعطي بعض التفاصيل للمشاهدين لأنه في كتير ناس بتقول أنا بدي أعمل زراعة شعر بس بيكون عندها نوعا ما تخوف. نعم هلا بالنسبة لعملية زراعة الشعر هي عملية بسيطة إنها بتجري بالعيادة أو بالمركز تخدير موضع يعني. هلا في طريقتين لزراعة الشعر، في طريقة جراحية وطريقة غير جراحية. هلا يعني 90% صار الاتجاه أكثر الطريقة الغير جراحية مشان الشخص تاني يوم بيقدر بيرجع لعمله ما عنده أي مشكلة، حتى يعني بعد العملية بيقدر يطلع يسوق السيارة ويروح بيته يعني ما عنده أي مشكلة. لأنه مع التقنيات الجديدة صار في تقنيات جديدة بالاستخدام بالنسبة لعملية زراعة الشعر. هلأ صارت عملية زراعة الشعر مطلوبة كتير، يعني شلون الشخص بينظر للبشرة كمان الشعر منظر جمالي صح. إن كان للمرأة أو للرجل هاي يعني بجينا ناس شباب هلا عمر 18 سنة أصلع عنده صار مشكلة نفسية ما عادت مشكلة حتى جمالية. كمان للصبايا هلا يعني زراعة تساقط الشعر خاصة الوراثي يعني ما في أي علاج له. شو العلاج؟ فقط زراعة الشعر بيأثر هالشيء أكيد على نفسية الشاب أو الصبية. لهون خلينا هيك نحكي عن أهم أو أنسب وقت لزراعة الشعر أو العمر إذا فينا نقول. نعم هلأ أول شيء بدنا الأنسب شيء لزراعة الشعر كعمر نقدر نحن نبدأ من سن 18 سنة. إذا الشخص عنده أصلع أو الصبية عندها كمان خفية فراغات أو خفية بالمنطقة الأمامية لسبب وراثي يفضل للبدء. يعني ليش انت وقت تبدا بعمر صغير وفي شخص عنده صلع او بيساوي تكسيف بسموه عنا يعني في فراغات بيكون عنده منطقه مانحه كويسه اول شيء. ثانيا بتضلي تحافظي على الشكل الطبيعي تبعه. يعني انا وقت بفقد شعر من هون وبرجع بكسف قاعدين عم اخذ شكلي نفسه بقى عم تضل بوضعي كجماليا ووضعي النفسي. هي نقدر لحد سن 70، في ناس بالسبعين سنة بيساووا ناس يعني ما في عمر محدد ما في شيء ما. إلا إذا في يعني مثلا مشاكل قلبية قوية مثلا. أما الناس اللي عندهم ضغط أو سكر
او ما في مشكله يعني ممكن تجرى العمليه بسهوله هاي. خلينا دكتور نحكي عن المنطقه المانحه، يعني نحن بنقول لما نعمل عمليه زراعه شعر من نفس الشخص بتتاخذ يمكن الشعيرات البصيلات، خلينا نحكي اي انسب منطقه بحيث ما يكون كمان يشكل يمكن خطا او يمكن يشكل نوعا ما فراغ او مشاكل اخرى. يعني انا لما بدي اخذ شعر من اسفل الراس وحطه بالامام لازم يكون في دراسه صحيحه. صح. هلا بالنسبه للمنطقه المتبرعه كتعريف هي تعتبر المنطقه الخلفيه والجوانب الجانبيه. هذول بيسموهم مناطق مقاومه للصلع. ليش؟ ما بيتاثروا مثلا بالهرمون الذكري. احنا مثل ما بنعرف انه شلون بتساقط الشعر خاصه وقت بيكون مشكله وراثيه واللي هي الاكثر 80-90% انه عندك على البصيلات الموجوده بالمنطقه العليا هون. هاي المنطقه اللي بسموها عنا يعني بتصير اسمها الحاسه الاندروجينيه، انه بصير في نوع من الحساسات على بصيلات الشعر بتصير تتاثر بالهرمون الذكري تنعم الشعره وبتسقط. بينما البصيلات المنطقه المتبرعه الخلفيه والجانبيه هدول المناطق ما في حساس يعني البصيلات نفسها، مشان هيك ما بتتاثر. مشان هيك نحن بنشوف الصلع وين؟ بالمنطقه العليا. ما بنشوف كان امراه او رجل ما في صلع بالمنطقه. نحن وقت ناخذ شيء طبيعي بصيلات من الشعر من المنطقه المتبرعه لازم نحترم انه بناخذهم على مراحل. مثلا تيجي واحد بده 15,000 شعره، انا ما بقدر اخذ لهم مشان ما اساوي اي فراغ كبير، بقدر اخذ مثلا كل مرحله 4-5 أو 6,000 شعره، وبعد 6 أشهر بيكون رممت المنطقه. باخذ شيء ثاني دكتور رح نكمل حديثنا، ومعنا اتصال هاتفي. صباح الخير، يسعد صباحك. صباح الخير. يا هلا، يسعد صباحك. تفضلي دكتور، معك شو بتحبي تسالي؟ ممكن صوتك مو واضح، ممكن نرجع نتصل مرة تانية لحتى نقدر نسمع السؤال بشكل واضح؟ يعني مثل ما حكينا دكتور كنا عم نقول يمكن عن أهمية خلينا نقول التدرج بعملية زراعة الشعر لحتى ما نضر البصيلات الأساسيات الموجودين أو المانحين. فينا نقول هل ينطبق خلينا نقول العوامل اللي بتأثر فيها الشعر الطبيعي على الشعر المزروع؟ يعني أنا ممكن نساقط الشعر المزروع مثل ما بيتساقط الشعر الطبيعي؟ هلا مثل ما حكينا نحن انه المنطقه المتبرعه على هي المنطقه الخلفيه والجانبيه اسمهم هذول علميا مناطق مقاومه للصلع. يعني وقت انا عندي عامل وراثي بتتساقط المنطقه العليا لسبب مثل ما حكينا انه البصيلات عليها حساسه تاثر بالهرمون الذكري. مشان هيك الشعر المزروع هو دائم مدى الحياه. يعني انا وقت بزرعه انا مني واحد هذول زراعه على فكره زراعه شعر صاروا من 2003 بقى الشعر دائم مدى الحياه الا بحاله واحده لا سمح الله واحد اخذ ادويه تؤدي لتساقط الشعر. يعني لما نعمل عمليه زراعه شعر هي الشعر دائم يعني دائم مدى الحياه. مدى الحياه بالضبط. طيب خلينا نحكي كمان قديش بيتم يمكن عدد الشعيرات يعني للمنطقه الاماميه. حكينا يمكن بحلقه سابقه انه الكميه بتكون كبيره، يعني لما اقول انا بدي اعمل عمليه زراعه شعر فعندي تقريبا قديش فينا نقول حسب الفراغات او حسب المنطقه اللي بتحتاج زراعه. في ناس بيحتاجوا بس مينيمو يعني للأسف في حد أدنى فيني. إيه يعني أنا بقول يعني من خلال خبرتنا هلا طويلة إذا واحدة أو واحد ما زرع 3,000 شعرة أقل شيء هي إيه كمرحلة هذا مينيمو. يعني وقتها بزرع 500,000 شعرة ما بيبينوا. يعني خسلة بتلاقي لك هم بيطلعوا 1,000 شعرة، عرفتي؟ بقى إذا ما زرعنا نحن على 3 أصابع، إذا حطينا 3 أصابعي أو إصبعين عند الرجل أمرا 3,000 شعرة ما بناخذ هالنتيجه المطلوبه. بس هي ممكن بيطلع من 5,000 ل 10,000 شعره. إيه بس هيدا العدد ما بياثر على المنطقه الخلفيه، يعني ما بقول رقم كبير. ايه ليش؟ ما بياثر لسببين. نحن عندنا بشكل عام بالراس حوالي 120,000 شعره. هلا المنطقه الخلفيه والجانبيه فيها 80-90,000 شعره اذا الكثافه كثير، وقت عم تشيلي انت 5 او 10% ما في اي تاثير، حتى الشخص بعد 10 أيام إن كان امرأة أو رجل بتطلعي للمنطقة غطت وما في أي مشكلة ترجع
بترجع ما في يعني انه بترمم هي وبتصير. تماما دكتور، حكيت عن شيء انه له علاقه ببعض الادويه ممكن تاثر على زراعه الشعر او على تساقط الشعر. هلا بما انه حكينا بمقدمه حديثنا اليوم عن حراره الصيف وارتفاع درجات حراره الصيف، بعض الناس بتسال هل بيتغير هذا الشيء بالنسبه لزراعه الشعر بياثر؟ هلا بالنسبه لزراعه الشعر ما في مشكله ان كان صيفا او شتاء، بالعكس نحن نطلب ان كان في الشتاء او في الصيف امرار الانسان بعد العمليه يلبس طاقيه شايفون بالشتاء مشان المطر ومشان الهواء ومشان الغبار، وبالصيف مشان الحراره. شيء طبيعي، شيء طبيعي الانسان ما يتحرر اذا كان عمله في حراره قويه، بنفضل انه لا يروح للشتاء. بس بشكل عام علميا ما في شيء مشكله انه تساوي بالشتاء او بالصيف. طيب دكتور، معنا اتصال. الو، صباح الخير. رمضان كريم. رمضان كريم، الدكتور علي معك، اي سؤال او استفسار؟ صباح الخير. اي منطقه اللي عم عم تسأل عن أنه الشعر الطبيعي ممكن يتساقط بشكل طبيعي، كيف الشعر اللي يمكن المزروع هل كمان بتساقط أو لا؟ لا أكيد. كيف فينا نضمن النتائج؟ إيه، بالنسبة للشعر المزروع هو شعر دائم مدى الحياة. بس بشكل يومي في عملية تساقط للشعر بتكون طبيعي، هل ضمن رح تكون منطقة زراعة الشعر مثل الحياة الطبيعية عم تسأل؟ ايه، هلا مثل ما حكينا، مثل ما حكيتي حضرتك انه في تساقط طبيعي بين ال 100 ل 120 شعره، يعني الشعره لها دوره حياه، وكل ما فقدنا شعر عم يطلع شعر. هذا هلا بالنسبه للشعر المزروع بصير حياه، دوره حياته مثل انه يعني نحن عم ننقلها من منطقه معينه لمنطقه، ترجع بتاخذ دوره حياتها الطبيعيه، بتصير بتتجدد. طب في فيتامينات خاصه او نظام غذائي معين نوعا ما فيني انا اقول فيني غذي فيه بصله الشعر؟ بالضبط. هلا نحن ونحن هلا لانه الواحد صايم، يعني اللي خاصة صايمين بيجعوا على وجبه الافطار او وجبه السحور، يعني النظام الغذائي بيختلف عنه. بقى من لازم بيشكوا بعض الناس يقول لك عم تساقط شعري، مش طبيعي، بيكون نوعيه الغذاء اذا ما كان غني بالفيتامين. مثلا شو هي اكثر الفيتامينات؟ بالضبط، الفيتامينات كثير المهمه هي فيتامين بي كومبلكس، فيتامين اي، شايفه علي؟ كل هدول لهم دور. والحديد بيقولوا، والحديد معلوم خاصه ناس اذا عندهم فقر دم او شيء بيؤدي هذا الشيء يمكن لتساقط الشعر. بالضبط، عند الصبايا كثير هلا بيجونا اكثر مشكله هي تساقط الشعر بسبب فقر الدم. هي هذا بقى بنعوض لهم حديد وبنعوض لهم فيتامينات طبيعي، فيتامينات، وأمران ممكن نلجأ لعلاج ثاني يعني قوي مثل البلازما، سمعنا أكيد عنها، حق البلازما، الميزوتيرابي، شايف عليه، وبنعطيهم في أدوية ثانية كمان عن علاج للفروة مثلا تقوي الشعر نوع أوبرا وهيك، كثير ممتازة ومفيدة بالحالة. بقى مشان هيك هلأ برمضان يعني يحاولوا يكسروا مثلا من الخضار الفواكه، شايف عليه كثير السؤال، يعني هذول كلها بتعوض شويه نقص الفيتامين، نقص الفيتامينات الموجوده. طيب دكتور، بعض السيدات او الصبايا بيسالوا انه يمكن، خلينا اقول يعني طريقه حياتنا بشكل طبيعي ممكن انه هي تتعرض لسشوار كثير، تتعرض لتصفيف الشعر، تغير الوان شعرها، قد ايه هذا بياثر على عمر الشعره حتى على تغيير طبيعه الشعر؟ هلا اذا رجعنا لتساقط الشعر، في عندنا تساقط شعر وراثي وغير وراثي. هلا الوراثي معروف هذا ما له علاج، يعني وقت بيفقد شعر بيزرع. هلا الغير وراثي منه مثلا بنقول هدول بشكلوا 5% يعني، وممكن تداركيهم ايوه ان كان فقر دم او مشكله غده او يعني اي سبب ثاني. هي ومثل ما عم تقولي حضرتك الشسوار والجل والهدول ان كان نحكي هدول بشكلوا 4-5%، ما انه بشكلوا مثلا تساقط شعر بالسبب الكبيرة. هاي إن منلاقي مثلا ممكن سقط بدل 50 شعرة 100 شعرة كذا، هذا ممكن نتغلب عليه إنه نحنا نحتاط وما في أي مشكلة. طيب بالختام دكتور، خلينا نحكي عن عملية زراعة الحواجب ورموش، هي درجة هلأ كتير، هي عملية كمان فينا نعتبرها بسيطة نوعا ما؟ هي زراعة الحواجب وزراعة الرموش هي بسيطة بس دقيقة، دقيقة جدا لأنه مناطق حساسة نوعا ما. بالضبط، هلا لسه الحواجب أهون شوي من الرموش. الرموش
عملية دقيقة جدا جدا وبتاخذ وقت. يعني مثلا انت بتزرعي 5000 شعرة بالراس بينما تزرعي 100 شعرة بالرموش بدها عناية ومش مؤلم، يعني هي بسيطة ما في ألم بالعكس الوحدة بتكون قاعدة ومنها صعبة، يعني عملية بنعتبرها بس قاعدة وقت شغلت 4-5 ساعات بدها هدوء مش طبيعي، يعني عم تشتغلي على الجفن حساسة. انت بدها الوحدة تكون هادئة مش طبيعي، يعني احنا بنعطيها مرخي بتلاقي واحد بتكون جاي عصبة وجاي متوترة بقى بنعطيها شيء انه تعمل ريلاكسيشن وعملية سهلة والنتائج حلوة فيها. الحلو فيها انه تجوك الصبايا انه نحن انا بدي اطول رموشي بدي كثفهم هاي بيطولوا مش طبيعي هنن وبينقصوا اكيد. يعني دكتور بختام حديثنا بدنا نشكرك على وجودك معنا اليوم وعلى كل النصائح اللي قدمتها للمشاهدين، شكرا كثير لك. شكرا لكم، شكرا على الاستضافه. شكرا لك دكتور. رحلتنا الصباحيه لليوم وصلت لنهايتها، بكره رحله جديده بنلاقيكم فيها مع ضيوف ومواضيع جديده، بقيه يوم رمضاني ممتع مع الاسره حول مائده الافطار، بنتمنى لكم يا مشاهدينا رح نترافق خلال شهر الخير ليكون معكم صباحنا غير كل يوم تمام الساعة 10 صباحا من مقهى المكتب. بالختام أكيد التحية لرجال الحق رجال الجيش العربي السوري، بكم النصر يولد من جديد كل يوم. إلى اللقاء. نهارك سعيد نور، ومحطاتنا رمضانية لليوم وصلت لنهايتها، أكيد بيبقى نذكركم بأنه أي فكرة بيمكن أنه تطرحوها أو تشاركونا فيها راسلونا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. بكرة موعد جديد من نفس التوقيت من مقهى المكتب، ومن هلأ لوقتها تبقوا بألف خير. رمضان كريم على سوريا وعلى رجال الحق أبطال الجيش العربي السوري. باي باي. باي باي.